اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء. وذكره فيه الشفاء إذا تمادت العلل. وذكره فيه الشفاء إذا تمادت العلل. إذا تمادت العلل. إذا تمادت العلل. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء. إن الحبيب المصطفى. يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين، سلام على أشياعه الأوفياء، سلام عليكم أيها المنتظرون، سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذكر الأكبر، الحلقة الرابعة. الكلام متواصل في أجواء اللهم صل على محمد وآل محمد، وقلت بأن معانيها لا حدود لها، لأنها صلاة على من لا حدود له. وفي هذا البرنامج وفي هذه الحلقات كما وعدتكم أبين جهات من معانيها، ولا زال الحديث في الجهة الأولى من جهات معانيها وفحاويها، التوسل. وفي الحلقة الماضية وصل الكلام بنا إلى مضمون حقيقة التوسل، وكان الحديث جوابا لسؤال لماذا نتوسل بهم. وقد وقفت عند الزيارة الجوادية لإمامنا الرضا صلوات الله عليه، حين نزوره وتقول الزيارة وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. ونحن في حياتنا، في حياتنا المادية والمعنوية، في حياتنا الدنيوية والأخروية، في وجودنا وفي بقاء وجودنا، في ضرورات معاشنا وفي حاجاتنا اليومية، بل في كل آن من آناتنا، نحن بين أمرين: إما أن نكون في حال حركة ننتقل إلى سكون، وإما أن نكون في سكون فننتقل إلى حركة. وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات. لذا نحن نتوسل بهم لأجل هذه الحقيقة ولأجل هذا المضمون. ولا أريد أن أقف طويلا في هذه الديار،
فالحديث طويل طويل طويل، وغايتي أن أختصر المطالب وأن ألخص المعاني. في هذه الحلقة سأتناول جانبا آخر في موضوع التوسل، درجات المتوسلين، بعد أن مررنا على آيات الكتاب الكريم وهي تحدثنا عن التوسل، وألقينا نظرة خاطفة على الكتب المخالفة لأهل البيت، وجئت بنماذج من الأحاديث والروايات التي تتحدث عن التوسل. ثم انتقل الحديث إلى مضمون حقيقة التوسل، ووصلنا إلى هذه النقطة في هذه الحلقة، درجات المتوسلين. المتوسلون بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم درجاتهم لا يمكن أن تعد وأن تحصى، درجاتهم كثيرة، مراتبهم كثيرة، وإنما تتباين درجاتهم وتتعدد مراتبهم بسبب تباين العقول وتباين المعارف وتباين النوايا وتباين سائر مكونات شخصية الإنسان. فشخصية الإنسان تمدها مجموعة غزيرة من العوامل، وهذه العوامل المكونة لشخصية الإنسان تختلف من شخص إلى آخر، وباختلاف بنية هذه العوامل تختلف النوايا وتختلف مدارج العقول. ومن هنا يأتي القانون الإلهي في يوم القيامة: إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم، وما العقول إلا صورة لشخصية حاملها، لشخصية المتزين بها. ومن هنا فدرجات المتوسلين كثيرة كثيرة كثيرة، هي كثيرة بكثرة شخصيات البشر، بكثرة شخصيات المتوسلين من أهل البيت بمحمد وآل محمد. ولكنني أجمل الكلام فأقول بأن المتوسلين بمحمد وآل محمد يمكن أن نصنفهم إلى مجموعتين، وفي كل مجموعة مراتب ودرجات إلى ما شاء الله. المجموعة الأولى هي المجموعة المتوسلة بمحمد وآل محمد في وصولها إلى حوائجها، والحوائج أنواعها وأنحاؤها كثيرة. حوائج الدنيا كثيرة، حوائج الآخرة كثيرة، حوائج النفس كثيرة، حوائج الفهم والتساؤل والفضول العلمي وطلب المعرفة كثيرة جدا، حوائج البصيرة والبحث عن الحقيقة والوصول إلى مدارج الكمال في القرب منهم كثيرة. الحوائج لا يمكننا أن نحصرها في قائمة أو في فهرست معين، الحوائج كثيرة، وشخصيات الناس كثيرة بتكثر مراتبهم الفكرية. ولكن هناك الكثير من المتوسلين بمحمد وآل محمد إنما يتوسلون للوصول إلى حاجاتهم. كما
كما جاء المضمون في الأحاديث المعصومية: إن الله يحب السائل اللحوح، ومن لج ولج، من لج في طرقه للباب فإنه سيلج، ومن لج ولج. إن الله يحب السائل اللحوح. ونحن نقرأ في أدعية أهل البيت، في دعاء الجوشن الكبير وفي غيره: يا معطي المسألات، يا معطي السؤل، يا معطي المسألات ويا معطي السؤل. وإن الله يحب السائل اللحوح. وفقا لثقافة أهل البيت، وفقا لمنهج أهل البيت، حين نقرأ في نصوص أهل البيت في مرحلة التأويل لا في مرحلة التنزيل، ونحن في عصر التأويل، عصر التأويل ابتدأ منذ شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من أحب الله أحبكم، من أبغض الله أبغضكم، من أطاع الله أطاعكم، أو من أطاعكم أطاع الله، ومن أحبكم أحب الله. المعنى واحد: من أطاع الله أطاعكم، ومن أطاعكم أطاع الله، من أحب الله أحبكم، ومن أحبكم أحب الله، من ذكركم فقد ذكر الله، من اعتصم بكم، من لجأ إليكم فقد لجأ إلى الله، من سألكم فقد سأل الله، من توسل بكم فقد توسل بالله. إن الله يحب السائل اللحوح، هذا المعنى ينطبق بتمام معناه وعلى وجه الحقيقة على معنى التوسل بمحمد وآل محمد في كل صغيرة وكبيرة. هذه المجموعة الأولى. هناك مجموعة ثانية، وتلك هي المجموعة التي علت واقتربت من محمد وآل محمد والتصقت بهم. المجموعة الثانية هي التي تجاوزت حد التوسل للوصول إلى الحاجات، وصارت وسيلة لتنفيذ مرادهم. أليس لمحمد وآل محمد خطة؟ هناك برنامج، هناك المشروع المهدوي الأكبر من نبينا إلى إمامنا الثاني عشر، كلهم يعملون باتجاه هذا المشروع، باتجاه دين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، من نبينا إلى إمامنا الغائب الشاهد صلوات الله وسلامه عليه، كلهم، كل المعصومين يعملون باتجاه دين الحق ليظهرون دين الحق. المجموعة الثانية هي التي تجاوزت معنى التوسل في الوصول إلى حاجاتها، وجعلت من نفسها وسيلة لتنفيذ مشروعهم، لتنفيذ مرادهم. ألا نقرأ في الأدعية وفي الروايات بأن للإمام حاجات، وبأننا ندعو أن نوفق للسعي في قضاء حوائجه؟ فأي حاجات للإمام؟ أهي حاجات كحاجات عامة الناس، أم المراد من حاجاته صلوات الله وسلامه عليه هو هذا المشروع الإلهي الكبير؟
هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، كلمة منقولة عن النبي: فوت الحاجة أحب إلي من قضائها. فوت الحاجة في أي اتجاه؟ إذا أردنا أن نطبق هذا المضمون في الذي نحن فيه، فوت الحاجة أن المؤمن يعرض عن حاجاته وإنما يتجه إلى جهة أخرى. فوت الحاجة أحب إلي من قضائها، في أي واد؟ حين يكون المؤمن في هذه المجموعة، لأن المجموعة الأولى وإن كانت متوسلة بهم صلوات الله عليهم، لكنها في الحقيقة إذا أردنا أن ندقق النظر في أحوالها فإنها ناظرة إلى حوائجها فقط، وصاحب الحاجة أعمى كما يقول صلى الله عليه وآله. صاحب الحاجة أعمى، لا ينظر إلا إلى حاجته، ولا ينظر إلا إلى الجهة التي ترتبط بها حاجته. حتى لو كان التوسل بمحمد وآل محمد في كل صغيرة وكبيرة ممدوحا، وإن الله يحب السائل اللحوح، لكن هذه المرتبة هي دون المرتبة الثانية التي أشار إليها الحديث: أحب إلي من قضائها. وإنما تكون الأنظار والقلوب والعقول مودة إليهم بما هم هم، من دون النظر إلى حوائجنا. حين نخاطب الإمام الحجة في دعاء الندبة: يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، يكون التوجه إليه من دون سبب آخر، من دون حاجة، من دون رغبة. وإن كان التوجه بالحاجات هو أيضا أمر ممدوح، ولكنها مراتب ودرجات. أولياء أهل البيت مراتب ودرجات، وقلت قبل قليل بأن مراتب المتوسلين لا حدود لها، ولكنني أجملت الكلام في هاتين المجموعتين: المجموعة الأولى التي يعنونها الحديث إن الله يحب السائل اللحوح، والمجموعة الثانية التي يعنونها الحديث. فوت الحاجة أحب إلي من قضائها. إذا أردنا أن ندخل في غور هذه المضامين، في غور معنى التوسل في هاتين المرتبتين، بينت قبل قليل بأن مضمون التوسل انطلق من هنا، لأننا في حاجة انتقال من حركة إلى سكون، أو في حاجة انتقال من سكون إلى حركة. وبهم سكنت السواكن وتحركت المتحركات، ولذلك يكون التوسل مشتملا على معنى التوفيق، وهو معنى التسليم، هو نفس المعنى الموجود في الآية الشريفة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلموا تسليما، هذه الآية في ثقافة أهل البيت الأفق الأول فيها هو معنى التسليم وليس السلام، معنى التسليم. والإسلام كما في كلمات أهل البيت معناه التسليم. الأفق الثاني وسلموا تسليما هو السلام، التحية. لذلك من يراجع كتب الحديث فينظر إلى كلمات المعصومين يرى بأن الأئمة صلوات الله عليهم حين
يذكرون النبي في الغالب يقولون صلى الله عليه وآله، فلا يذكرون وسلم. في بعض الحالات وهي الأقل يذكرون، يقولون صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في الغالب حين يذكرون النبي يقولون صلى الله عليه وآله، وهم يشيرون إلينا بذلك أن الأفق الأول في هذه الآية هو التسليم وليس السلام، وإنما الأفق الثاني هو السلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هو قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد، وسلموا تسليما هو التسليم، هو الخضوع، هو الانقياد. أما المعنى الثاني فيأتي في الأفق الثاني وهو السلام، وسيأتي الحديث عنه أيضا. وإنما يشتمل التوسل على مضمون التسليم، لماذا؟ والمتحركات تحت سلطتهم، وإذا كانت الزيارة الجامعة تنطق وذل كل شيء لكم، فكل شيء تحت ولايتهم، الشيء الطبيعي الشيء المنطقي أننا حين نطلب حاجتنا نطلبها من هذا الباب، حين نريد وسيلة للوصول إلى مبتغانا نسأل بهذه الجهة. فإذا كانت هذه الجهة هي الجهة التي نتوسل بها، وهي الجهة التي منها يأتي الفيض، المنطق يقول والفطرة تقول والعقل يقول والوجدان يقول بأن الإنسان سيسلم برغبة أو من دون رغبة، لا بد من التسليم. هنا الانقياد سيكون انقيادا ليس باختيار الإنسان، لا بد من التسليم. لذلك قلت بأن التوسل يشتمل على معنى التسليم، والصلاة على محمد وآل محمد تعني التوسل، والتوسل هنا يشتمل على معنى التسليم. والتسليم مراتبه كثيرة، كما أن الصلاة على محمد وآل محمد مراتبها كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكذلك التوسل وهو معنى من معانيها مراتبه كثيرة، كذلك التسليم مراتبه كثيرة. ولكن هل أن التسليم هو نهاية المطاف؟ التسليم من المراتب العالية في الإيمان، ولكن نهاية المطاف ليس عند التسليم، هناك مرتبة أعلى من التسليم وهي مرتبة السالمية. عندنا تسليم وعندنا سالمية. الرواية في الكافي الشريف عن إمامنا أبي جعفر الباقر، يرويها أبو خالد الكابولي وهو من خاصة أصحاب الأئمة. إمامنا الباقر ماذا يقول لأبي خالد الكابولي؟ يقول: يا أبا خالد، والله ما من عبد يحبنا ويتولانا إلا طهر الله قلبه. والله ما من عبد يحبنا ويتولانا إلا طهر الله قلبه، وما من عبد يطهر الله قلبه حتى يسلم لنا. هذا أولا، يسلم لنا، وهذا هو التسليم، حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. سلما لنا هذه هي السالمية. هناك مرتبتان، هناك مرتبة التسليم
وهناك مرتبة السالمية. كلمة الإمام الباقر واضحة جدا: والله يا أبا خالد ما من عبد يحبنا ويتولانا إلا وطهر الله قلبه، وما من عبد يطهر الله قلبه حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا أنجاه الله من الحساب، خلصه الله من الحساب، وأنجاه من فزع يوم القيامة الأكبر، سلمه الله من شديد الحساب. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من الفزع يوم القيامة الأكبر. فهناك تسليم وهناك سالمية. التسليم أول مراتبه، أول مراتب التسليم ما هي؟ أول مراتب التسليم وهي أول مراتب الإيمان الحقيقي. الرواية في الكافي الشريف وفي غيره عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فماذا يفعل؟ من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل: القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، فيما أسروا وفيما أعلنوا. هذه أول درجات الإيمان، حين يقول إمامنا الصادق: من سره أو من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان في مرتبته الأولى فليقل: القول مني ما قاله آل محمد فيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني، فيما أسروا وفيما أعلنوا. الرواية في الكافي الشريف: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الآية المباركة. الرواية عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من هم هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؟ الإمام ماذا يقول؟ يقول: هم المسلمون لآل محمد. هؤلاء هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هم المسلمون لآل محمد. أبو جعفر الباقر يقول لكامل التمار: يا كامل، قد أفلح المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. جميل ابن دراج وهو من خيرة أصحاب الأئمة ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن من قرة العين التسليم إلينا، إن من قرة العين، إن من أراد أن تقر عينه في الدنيا وفي الآخرة أن يسلم إلينا، إن من قرة العين التسليم إلينا. رواية جميلة ينقلها الفضيل ابن يسار أو الفضيل ابن يسار، يقول: دخلنا أنا ومحمد ابن مسلم، وهما من الشخصيات المعروفة من أصحاب إمامنا الصادق ومن أصحاب الإمام الباقر أيضا، دخلنا أنا ومحمد ابن مسلم على إمامنا الصادق فقلنا: يا ابن رسول الله، ما لنا وللناس؟ فليشرق الناس وليغربوا، فليرضوا أو يغضبوا، ما لنا وللناس؟ ونحن نقولها أيضا لإمام زماننا: ما لنا وللناس يا ابن محمد، غايتنا أنت، ما لنا وللناس. محمد ابن مسلم والفضيل ابن يسار يخاطبان الإمام الصادق: ما لنا وللناس، نحن والله بكم نأتم، والله بكم نأتم، نحن والله بكم نأتم،
وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم وتسليمنا إليكم من وليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه كففنا عنه. ماذا يقول الفضيل أم محمد الإمام صلوات الله وسلامه عليه حين سمع هذه الكلمات؟ يقولان بأنه رفع يديه إلى السماء وقال والله هو الحق المبين، والله هو الحق المبين. ماذا قال الفضيل؟ ما لنا وللناس، نحن نتوسل بكم، نحن ننقطع إليكم، نحن نسلم لكم، نحن عبيدكم، ما لنا وللناس، نحن والله بكم نأتم وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم ومن وليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه ومن كففتم عنه، يعني لا توليتم ولا برئتم، تركتموه نحن نتركه أيضا، نحن ما لنا وللناس، ميزاننا أنتم. وهذا هو التسليم. أما السالمية فذلك شيء آخر، ذلك شيء أبعد. السالمية إنها سالمية العقول لآل محمد، وسالمية القلوب، وسالمية العاطفة، العواطف والنزعات والميول. يكون الإنسان ورقة بيضاء يكتب الإمام فيه ما يشاء في هذه الورقة. السالمية شيء آخر. حين نذهب إلى الكتاب الكريم، نذهب إلى سورة الزمر، وفي الآية 29 من سورة الزمر ضرب الله مثلا. ما هو هذا المثل؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني هناك عبد يملكه مجموعة من الأشخاص، أو حتى لو كان عاملا أو أجيرا، ولكن هذا العامل له أكثر من مسؤول، هذا الأجير له أكثر من مسؤول. المسؤول الأول يقول له اذهب شرقا، والمسؤول الثاني مختلف مع المسؤول الأول فيقول له اذهب غربا، والمسؤول الثالث يقول له ابقى في مكانك، والمسؤول الرابع فيه شركاء متشاكسون، يستطيع أن يفعل شيئا، سوف لن يستطيع أن يفعل شيئا، وسوف يكون سببا لمشاكل المسؤولين أو لمشاكل سادته أو لمشاكل الذين يملكونه، سوف لن يفعل شيئا، وسيكون هو في حيرة تزداد حيرة، لا يدري ماذا يصنع. هذا مثل لمن؟ لرجل شتتته الأهواء، ليس مسلما لمحمد وآل محمد، تعصف به الرغبات والنوازع، تعصف به الدعايات والأفكار والأراجيف، تعصف به الأقوال المختلفة، يعبد الأصنام البشرية فيسجد لهذا الصنم ويتبع ذلك الصنم، رجل فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، رجل سالم وكامل بتمام صحته بتمام عافيته وهو مطيع وتابع لسيده، فهو مرتاح من سيده وسيده مرتاح منه. أتعلم ماذا ورد في الروايات في هذه الآية عن الأئمة صلوات الله عليهم؟ قال رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني فلان وفلان،
الشيطان من جهة، الدنيا من جهة، الكرسي من جهة، الأموال من جهة، الأهواء والرغبات الجنسية من جهة، الطعام والشراب من جهة، الجهل، الحسد، البغضاء، الحقد، كل هؤلاء شركاء متشاكسون وسالم لرسول الله. وفي الرواية علي وشيعته، شيعته هم سالمون لأئمتهم ورجلا سلما للرجل، ذلك علي. أما رجلا فيه شركاء متشاكسون، علي هو يقول أنا عبد من عبيد محمد، الرواية في الكافي الشريف، أنا عبد من عبيد محمد. ذلك الرجل السالم لرجل هو علي سالم لمحمد. فعلي فنى في محمد حتى قال محمد صلى الله عليه وآله أنا علي وعلي أنا، وحتى قال علي أنا محمد ومحمد أنا صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وهذه هي السالمية التي أشرت إليها قبل قليل. إذا ذهبنا إلى زيارات أهل البيت، وهي كنوز المعارف، وهي كنوز الحقائق التي مع الأسف يتغافل عنها أو يغفل عنها أشياعهم، زيارات أهل البيت، هذه النصوص الشريفة هي كنوز المعارف وكنوز الحقائق. إذا ذهبنا إلى زيارة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ولنقرأ هذا النص، هذا النص في زيارة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن معنى السالمية التي أشرت إليها قبل قليل. الوقت ما يكفي لأن أقف عند عبارات هذا النص، ولكنني أقول لإخواني وأخواتي أن تبصروا في هذا النص. ماذا يقول هذا النص؟ فلو تطاولت الدهور في زيارة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا. الزيارة موجودة في مفاتيح الجنان، الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، تأتي مباشرة بعد الزيارة المعروفة بزيارة آل ياسين في مفاتيح الجنان، مباشرة بعدها تأتي هذه الزيارة وفيها هذه العبارات. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار يا بقية الله لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي. وهذه هي السالمية في جميع الاتجاهات، رجلا سلما لرجل. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي
وأهلي، فأبذل نفسي ومالي وولدي. وكلمة الولد عند العرب تأتي على الذكر والأنثى وعلى المفرد والمثنى والجمع. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، كله أبذله بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك، بكلي، بروحي، بجسدي، بعقلي، بمالي، بأسرتي، بكلي. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. أنا سلم لك، أنا واقف بين الأمر والنهي، أنا في حال التصرف بين أمرك ونهيك كما تشاء. هذه أمنية، نحن لسنا كذلك، نحن نتمنى، نحن نحب الصالحين وليس منهم، نحن نصف الصالحين وليس منهم، هذه أمنيات، نحن نتمنى أن نكون هكذا، هذا هو المطلوب منا، وإلا لا يصل الإيحاء في بعض الأحيان حين يتكلم المتكلم بشيء حسن، قد يكون هناك إيحاء عند المتلقي بأن هذا المتكلم يدعي هذه المعاني، أو بأن هذا المتكلم يتصف بهذه الأوصاف. مصيبتنا لا المتكلم ولا المستمع هكذا، هذه هي مصيبتنا، نحن نحب الصالحين وليس منهم. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أنت صرفني، أنت وجهني، فأنا سلم لك. ما لنا وللناس، بك والله نأتم وعنك والله نأخذ يا ابن الحسن، ولك والله نسلم، ومن وليت والله تولينا، ومن برئت منه والله برئنا منه، ومن كففت عنه والله كففنا عنه. فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين. ونحن نتحدث عن التوسل، وهذا هو التوسل، وهذه هي السالمية، وهذا هو التسليم، وهذا هو التوسل. فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد. فهذا هو التوسل، اللهم صل على محمد وآل محمد، هي التوسل جهة من جهاتها. هذه المضامين التي نقلتها لكم هي مضامينهم، والله هي كلماتهم. مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي. هذه عبقات من عبق المودة لمحمد وآل محمد، وهذه نفحات من عطر غالية الولاء لبقية الله الأعظم، هذه كلمات زياراتهم، وهذه ألفاظ تتشعشع نورا بمضامين حقائقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كلامهم نور، وهم حقيقة النور،
وفناؤهم نور، والتوسل بهم نور، والصلاة عليهم نور. وما قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد إلا قبسة من نورهم صلوات الله عليهم. هذا في زيارة إمام زماننا. أما إذا ذهبنا إلى القول الأبلغ الأكمل، حين سأل السائل إمامنا العاشر: علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. هذا هو دستور الشيعة، هذا هو الدستور الذي كتبه وجاءنا منصوصا عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ في مقطع من مقاطعها يمثل هوية الشيعي، إذا كنت شيعيا فهذه هويتك، إذا كنت تبحث عن هويتك أيها الشيعي فهذه هي هويتك. هوية الشيعي التي بينت في الزيارة الجامعة، هذه مقاطع منها، عبارات منها: أشهد الله وأشهدكم، أشهد محمدا وآل محمد. أنت تخاطبهم، أنت تخاطب إمام زمانك. أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به يا آل محمد، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم، مبغض لأعدائكم ومعاد لهم، سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم، مطيع لكم، عارف بحقكم، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، آخذ بقولكم، عامل بأمركم، مستجير بكم، زائر لكم، لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي. وطلبتي وحوائجي في أعلى معانيها هي حوائجكم لا حوائج الشخصية، كما جاء في زيارة عاشوراء حين ينسب الثار: ثاري، لأطلب ثاري، ثاري الذي هو ثاركم، حاجة التي هي حاجتكم، مصيبة التي هي مصيبتكم، فرح الذي هو فرحكم، وحزن الذي هو حزنكم، وحب الذي هو حبكم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري، هي منكم وإليكم، مؤمن بسركم وعلانيتكم. من أراد أن يستكمل الإيمان كل الإيمان فليقل: القول مني ما قالوا فيما بلغني عنهم
وفيما لم يبلغني، فيما أسروا وفيما أعلنوا، مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم، ومفوض في ذلك كله إليكم، ومسلم فيه معكم، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه. وهذا هو قمة التسليم والسالمية، فمعكم معكم لا مع غيركم، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم، إلى آخر الزيارة. الزيارة مشتملة على مضامين كثيرة، فمعكم معكم معكم في كل حال، الفقر معكم والله أفضل من الغنى مع غيركم، والمرض معكم والله أفضل من الصحة مع غيركم، والغربة معكم والله أنتم وطننا، الغربة معكم أفضل من الوطن مع غيركم، والوحدة معكم والقلة معكم والله والله أفضل من الكثرة مع غيركم، والذلة معكم أفضل من العزة مع غيركم، والمهانة معكم أفضل من الكرامة مع غيركم، إن كانت تسمى كرامة وإن كانت تسمى عزة بموازين الدنيا وأهل الدنيا، وإلا فالكرامة معكم والعزة معكم والغنى معكم. ولولاكم والله لا كنا ولا نكون، أنتم الأول والآخر، وأنتم الظاهر والباطن، صلوات الله وسلامه عليكم أجمعين. الحديث ذو شجون والكلام طويل، ولكن الوقت يجري سريعا، أقف عند هذا الحد، وتتمة الكلام إن شاء الله تأتينا في الحلقة القادمة في مثل هذا الوقت، بث مباشر على شاشة قناة الأنوار الفضائية. أيها المنتظرون، تصبحون وتمسون على اللهم صلي على محمد وآل محمد، وأختم حديثي ب اللهم صلي على محمد وآل محمد. في أمان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء، إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء، وذكره فيه الشفاء إذا تمادت العلل، وذكره فيه الشفاء إذا تمادت العلل، إذا تمادت العلل، إذا تمادت العلل، إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء، إن الحبيب